السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبص نظرة سريعة برضو على الضغطات، يمكن نظرة متعمقة سنة عن اللي فات. هاجي في السيستم وارسم ضغط، خلي ده مثلا 1200، وارسم ضغط تاني على ارتفاع مختلف، والاتنين متقاطعين. بلاقي ان هو رسم لي الخط اللي هو تحت بيرسم لي في الجزء المتقاطع ان هو ده منقط، اساس يدل ان الضغط دوت مارر تحت الضغط الاولاني. طيب لو انا عايز اتحكم بقى في الشكل اللي بيظهر لي دوت، الشركة مثلا عايزاه يكون منقط بشكل مختلف، او مش عايز نقط خالص، او عايزاه يظهر بشكل سليم، باجي من اتش فاك عند السهم الصغير دوت وبضغط، بيجيب لي الخصائص الميكانيكال سيتنج، بلاقي الهيدن لاين ببدأ اتحكم فيها، او من قناة مانج باجي هنا برضو بلاقي ميكانيكال سيتنج وابدأ ابص على الخصائص، بيقول لي درو ميب هيدن لاين، عايز تظهر الخط الهيدن ده ولا لا، ممكن اشيله، بلاقي ان هو مظهرش معايا خالص. طيب لو انا عايزه يظهر معايا فينيش، خلاص زي ما انتم شايفين شكله اهو ظهر معايا. ارجع للفلور بلان عادي الغيها، ندخل على الامر اللي بعد كده اللي هو سويبت بلند، نفس الفكرة، هبدأ ارسم مسار اقول له فينيش، هبدأ ارسم شكل هنا وشكل هنا، هو هيوصل بينهم، اقول له البروفايل رقم واحد البروفايل، هرسم في 3D وليكن مثلا هرسم شكل خماسي او سداسي، اي يعني شكل مضلع، اقول له فينيش، اقول له البروفايل رقم اتنين، ارسم فيه مثلا وليكن شكل دائري مثلا، اقول له ايه فينيش فينيش، بدأ من شكل دائري لحد ما انتهى لشكل السداسي او الخماسي، شكل السداسي احنا رسمينه. اخوكم عمرو سليم، اتمنى ان احنا نبدأ من هنا، اننا نبدأ نعمل فاميلي كويسة. يعني ممكن تيجي هنا ومن هوم تقول له مثلا ايه انا عايز هنا بايب كونكتور، وتحط بايب كونكتور زي ما هنتعلم في الدروس اللي جاية بعد كده. عمرو سليم.